لا بس اليوم خلصنا كل شيء. مش تنزل البرد؟ اي كان برد يا ولد. هو هو ما تشوفوني نحش بدلت. قال لي بكشخ انا وراسي. انا اقول لكم الاقمشة مش هذي لازم تتغير. ما تعطيكم الاقمشة. عندك شكينة بقصة الدنيا بعدين. عندك خلاص. الاقمشة مع ذا لازم تتغير. وحتى العسل مفيد يعني. العسل مفيد. صحيح ابو صالح؟ مو البهارات بعد. زيت الزيتون للحلق. لا زيت الزيتون. ازحف 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 تعالوا. انا ما عشان الدين والدجاجي ما احسن. انا قوم تستريح يا حبيبي. رجع المايك. انت وش اوف ولا الفازات والاثاث هذه. ايه. حلاوة البيت هذه. عنده؟ لا هو لا بس ما هي اي صورات منزليه منزليه اي فازات وكذا ولوح الرسم عند حلان كل واحد يقول الزل عندي تبي من دي رحمه اجرب يوفق بارك الجميع يا رب اي والله الا مشاري لا كلهم بيجي رزقه اي والله والله كلهم بيجي مجمع كامل 45 محل والله كلهم مترزقين ونفس المنتجات ونفس الأجهزة ونفس كل شيء بالضبط كلهم بيجي رزقه سبحان الله الجملة واحد اللي ينزل لك نفس اي واحد كلها ما يجيك الا رزقك بالذات يوم الجمعة عندهم شغل معهم يقصر الأسعار يدق الأسعار دق قوي يمكن يبيع حتى بالجملة عين الجمعة مترزق وهو مترزق أهزاز مقسمة لا بغيت تسوق سوق شيء تعرف ايه بجربه قبل اسوق ضم ضمير قبل كل شيء عشان لا من انك انت حتنسال بعدين اي عشان لا من رجال شرى ولا احد شرى بالذات انت انا اخوك طالع من ذمتك عند بالذات كلها لازم نحن نجرب في البدايه مصر طب اشتري منه اشتري منه اشتري منه ايوه اقول لك اذا انا اشتري وانت اشتري مشدين ترى احتاجكم عسل والله صحيح هو بصار حلو كل الناس انا احمل عسل عليك بليمون نعناع ونعناع يجيك خاطر في من شركه صرا ترى زين نواب هم من الحين هذا الزيتون اشوفه ساكن الزيتون يغطي على هذا كله خصوصا مع البرد والاجواء هذه والله ظاهر احنا ما ضحك والله شكلها سوالفنا كلها حتصير ابدع على انا خليك موجود تبقون عندي تدلبنا والزيتون ما هي بتهجه في الليل ها ما هي بتهجه في البرد ما هي بتدل عليك واضع عمرك فاح حلقك لا خرب جينا اي زيت الزيتون لغير انا عايز رجال يا اخويا اللي دخلها في شاليه حطه كله الوح وسكسورات وبشت بياخذ استراحة كلها على خاطر. ما مخلي منها شيء. تسويقها بعيد. ايه. صنت قده. نه؟ انت قده. وضعك مرة 50 ريال. بس من متى يجون مناديب؟ رزاق من عند الله. نطلع توقف بالاخر. والله انت لا تصعق مليون بكرة على الفاضي. والله. شفت هذه تكون مغارق اقمشة ما اقمشة حق الرجاليات. شركة معروفة ما شاء الله كل الشركات اللي هنا فيها اي كلها ما شاء الله والله فيها الخير هو ترى ما جو براندات البراندات قوية ترى انا حاط عيني على محل حق ال كرعان اي ترى كرعان ما كان مقتنع قال اجي يا وليد قال في نساء وفي قال على طول فاهم يوم قال وليد خفيف اجي اختاروني
اي جت خيره صراحه والله عندنا معروفه كبيره تصدقوني عيال صراحه كنت قاعد اطبخ اني قبل الترسات انا برا علي هذا اللي انت تبوه اي تصدقون قبل لا ادخل الهنجر اني كنت بزود على 3 ساعات ما كنت اتوقع اني بعد انا والله ما شفت الشركات راحت لكن كنت ابي صراحه 3 ساعات معروف معروف مره لا كنت ابي ريفي بس ريفي بعدها قلت شفت انا كان بالي 3 براندات بس كلها اشوف حقها السوم يرتفع انسحب وفي هذاك ابي اوفر فاهمني معنا الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي شوف الكل حيوصل 500 يوقف انه ما نوقف 500 ولا ريال انت حماس عبد الله الرزق زعلت عليه ما في احد يعني زاود معه قال الحمد لله نعم الله عليكم جعل لك في الجنة وين وين تعال تعال والله خليك الله خليك أخوانك تعال في العاب الله يعافيك صحوح عبد الروح الربع والله نصيحة من قلبي تعاون أنت واللي ماسك متجرك تعاون أنت وياه تعاونوا في أشياء واجد ها لازم تعاون معاه في شغلات واجد تعاون بالضبط يوريك مداخل وخارج شيء واجد أنا شاعر صاير إن شاء الله اليوم بدشن قصيدتي اللي ما دشنت أمس ما أعطوني مجال حتى 4 سنين أنا حاسد كل سنة بيدشن كل سنة شطف بيت واحد أبو حمد بيت واحد بس وزن وقافية بس وزن وقافية الحمد لله نبيل صحيح مقامات الصباح لا ما لها دخل هذا بيت ما زي انت تقول مقامات الصباح لا ما لها دخل لا انت دائم جبت الصبورة يا اخي ما سوت عيد اكل يوم يوم طلعت وقلتها ها؟ ما سوت عيد اكل يوم يوم طلعت وقلتها ايش قلت؟ دعام اللهم كان سحرا فاللهم ابطله اللهم ابطله ايه هذه السنة هذه السنة دراني هذه السنة يضحك الساحر حق الجميع عمر غراء برا غريب ماريو مرة استعداد البرايم وراني الخطة انصدم ها؟ جهز اشياء للبرايم مشاريع يعني ما فهمت يعني كيف؟ يعني كيف يا عبد الرحمن؟ يعني هذا مستين انه يطلع اول برايم عنده تخطيطات كثيرة يا عم يا عم حوح عفته الروح لا اعرف ايش جاي معك السفير وياك ان شاء الله الله يخليهم لك يا رب يطول عمرك ويخليك وهيل وجهك وبيض وجهنا معك تستاهل بيض وجه يا حبيبي يا حبيبي انت في اثنين انا بقدهم صحوح عفته في الروح جعل فيه العاد جعل طموم هلعفة من هو من فاقد عبد الرحيم وخالد تخيل كذا وانت من فاقد تزعل علي اسطرتك كف من هو فاقد ها من فاتك من هو فاقد تجد اللي يخلي غالي نعمه لا هذيك نشوده والله نشوده حتى لو نعمه اخي الاحترام يا نسيت بكره بيك بعوار خليجيه هذا اول المطالبين بهذا الشيء محاربه قبل زملائي انا مسؤول جروب الحالي انا لوحدي مسؤول جروب الحالي فيصل عرجاني وبس الباقي ياكل خس فيصل عرجاني
وبس. صحوح عافيت بالروح جاء في العاب جعل طمه ملعفه جعل والله ما هابط هلعفه جعل والله فيه العافيه صحوح عافيت بالروح جعل وجهك جعل عمرك مطوال جعل والله فيه العافيه والديك جعل عمرك مطوال جعل والله فيه العافيه جعل والله فيه العافيه صحوح عافيته في الروح شباب طمم هلعفه هذا اقول هذا قبل تروح وايش كمكم على ثبت دفع على البلاغ صربوها الرجاجيل عيب عندنا لا عندنا على الحرب هذا ابي عند ضيف عيب هم بصراحه اهلي عادي اهلي عادي اجي هنا بس ثاني لا خلا غير بكره بكره سعد غرمه يصير يا الله انت ادمان ترى انا ادمان بس هذا ادمان بيبسي بس معك مع لحم رز لحم بيبسي ما ترجع على بيبسي انا ادمان ادمان زيتون ما حلعت الزيتون ماني ادمان بالصدق اول قبل لا اخاف النار لما شربت بيبسي اوه احنا من اليوم نسولف برايم 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 طب انا اللحم ثلاث ايام رايدي ايام مصرف جاي جباكم وقنا هذا عشان وين كويلك ها انا بينا بعدين باخذ راحتي باخذ راحتي اكيد باخذ راحتي احنا نبي راحتي اي باخذ راحتي نروح عند ابن عيلك بس حلو ابي اني هذا من هو اني رايدي معك اه تعال يلا يلا عماني غريب يا الربع عماني 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 يا اخي انت غريب عليك شغلات صايره غريبه صلات يا اخي مرات فصاته حلوه وشاده ما شاء الله تبارك الرحمن عليه من بعد من الصباح مع الشيبان والى صار لك اليوم من 9 ما شاء الله بدري ما شاء الله ينام ثنتين صحه زايد طيب طيبك يا حبيبي الله يغنيك كثر خيرك يا ابو صالح الله يجود عليك ويخلف عليك خير خش خش الشرط بيتصعب برضه الاثنين ها ايه انت اختبار حاجز اختبار صار 10 حلو انا وري ابوه ما حيجز وخل ابوه كلكم ورقينا اكثر ال يجيب اوكي على عددنا لا تجيب زي كذا حرام والله يزيد زي امس امس احس والله انه حيل يعني كثير عندكم زايد النعمه اي والله ما يروح اللي هنا ما يروح عندك عمار فيه المهدي وفيه عمار اي والله يا ليت والله يا ليت هذا الوالد الله يحفظها عندها هذه الحركه حق الوالده الله يخليها فعلا ايه شباب
لبيه هلا بتكون بالهنجر واحد معي هنا غرفه الاستثمار في بث فيها ها فيها بث بنكون احنا بنشتغل مع الاستقبال تمام تمام البث هناك لين نجي يصير عندك اللي في والله بس نور هي كنت داخل في موضوع قالوا لي عليه اي 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 انا الفطره الحين ايه الحين هذاك الله خلصت أمر؟ ها؟ الله يهجرك حملني الله يهجرك ايش تحط هذه هنا؟ وين؟ ها؟ في سر والع السحابة ها؟ نعم في سر يا عرس عرس العيال فضيح يوم يجي بين كلمة تراس عمتي تعرف كذا عاش 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 ما شاء الله اليوم من الجوف هذا تم حلوة الجوف ليه؟ من الجوف والله في ناس سرحاني راح من بالي ليه؟ بيقن صح ولا لا؟ من الشمال ومدري وين ذكرت ثلاث اسماء بس قلت لك الشمال انا واللي طالع وانت قلت لك ترى لا قلت له اعمى هذه قال اسماء ومن حفر بعض انك لاعب كثير في عرعر وبالجوف عندهم ما شاء الله زين وروح على احد اخر سجل اسماء وش هو؟ يمكن كل الرعاة يمكن الفتره الجايه الله يوفقكم ويكتب خطوتكم في هو رعي تمر يعني ولا ايش؟ تمر وعسل كويجة مساكيز سلمان في كاسي بالله دي بدك اللي صار هذي قربة تمام ايه شو نسوي ايوه كلها اي اكيد طش يسلم حبيبي طش اكيد ما نال يا رب لك الحمد شيل معي سلمان هم يشيلون مين هذا هذا وهذا لا لا ارفع بس نحطه هنا نرفع اكلنا نحن طيب خلينا نلقط الرز اي دحين نوريك بس ارفع ارفع معي كذا بسم الله هذا هذا حبه رز سلمان انت بتكون معي لبى ايه ابد ما عندكم شغل وين تمام اي اي ابشر ابشر ها وين حقي أيه؟ انا ما ادري وين وين الذبح هنا موجود الذبح وين الذبح كلمه سر علمك فيها بعد 10 دقائق لا لا الواضح السبه واضحه بس انا بطوفها تعرف عشان خاطر من عشان خاطري هو عثمان عشان خاطر ابو غالب عثمان في طاقيه ثانيه عندك غير هذه ايوه داخل درج مره بتحصلها لا لا ما ابي انا المن... اسال بس لا عندي كثير بس كلها نفس النوعيه كذي ماشي هذه إيه إيه عارف انك تروح تلبس حلو ما شاء الله القحفيه ماشي يا والله صدق ترى ما يا عمر لان عمر. شكلها كذا حقت لا 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 هذه حقت العصبه حقت ايوه تبي غير القحفيه لا والله والله اني ما اقصد فيها شيء اقسم بالله ما اقصد فيها شيء لان هذه اصلا انا ادريبه حقت العصبه وحقت اي متداوله عندنا رسميه اي احنا عندنا عين ودشطوله الحين ربع اقول لك تعال الحين شوف انت عندك تسوي شماغ وعقال ومدون عقال صح؟ ايه ايوه احنا نفس الشيء نلبس يا اما العمام العمام ولا الكم عادي كله يمشي ايه بعد العلمك يعني في الكليات المدارس يعني اصلا في المدارس ممنوع اللي انت تخلص الثانويه ممنوع تلبس المصر الشماغ معنى لازم كمه اللي انت تخلص الثانويه بعد الثانويه عاد منك حر انت تبغى تلبس كم ما تبغى تلبس لا احنا عندنا نلبس اشماق من المتوسط لا لا احنا عندنا ممنوع لان اصلا منظرك مو كويس عيونه مصرط عندكم لا فريدي لا لا يمكن كلهم بالخلف يمكن والله اعلم راعي يا
يبين دلو نحط فيه كل البطيخ، كل البطيخات اللي هنا. ها صفر ضيف فكر بالدنيا كذا، هذه كذا صارت جاهزة. اوكي كل علينا شيل شيل او شيل دقيقة بس بعد الحواف الحواف عشان ما مبدع همني كان عندي جمعية حفظ النعمة ما في معلومة. يلا بسم الله هين هين لا هين يلا بسم الله الحمد لله سوها امجي شو الله صح لا صفرتين ولا سمعين حين نسويه شي لا يا ولد هذا طيب سلام والله فيها شوف نعم مظلت ضد قشر هنا وانا واقف وهم عادة لا تشيلونه يرطبونه عشان شكلها بس ايه شكلها خل ذبي ايش ها كرتون كل شي موجود ها يلا دقيقة سادي تراها اثنين اي انا اوريك لا 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 واحد واحد اللهم يا رب احفظهم هو هنا موجود زيودي ها تبي ها والله بمشي شلون بدي ها اي قصدك تبيبسي مو الله حولني جميل افلوس خلو تستعرف تكون نايم بالمدمن انا اقول لك
جايك جايك ألف بس المشروبات جايك أنا عندك لا يشوفونها بس معك عصير بيبسي لس أخضر أزرق أخضر الأزرق ها تبي أخضر الأزرق أزرق فن مع اللحم مشي هي خاري هذا خفافي خله معه وإيش في هناك؟ إيه الذبح علينا هنا ذبحنا الأمور كل شيء إيه والله مذبوحين ترى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم أنت الذي يشفع له إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفه الجو برد بارد مع هوا اليوم قوي والله الله يستر لازم نضرب حسابنا تعال كل لا ما تخلص روح خلصت